السلام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أعمال مميز. رحبوا معي بالشيخ عثمان صاحب شركة DHD للتجارة. أهلا شيخ عثمان. يا مرحب بكم. الله يكرمك. شيخ عثمان، ممكن تعرفنا عن حضرتك وإزاي وإمتى بدأت تأسيس الشركة؟ في البداية السلام عليكم. الشيخ عثمان من السودان، درست إدارة الأعمال، متواجد بالامارات من 2015. بنعمل في مجال التجاره العامه باستيراد والتصدير، متخصصين في القسم اللي بيختص بمواد خام مستحضرات التجميل. مستر عثمان، ممكن تقول لنا ايه الخدمات اللي بتقدمها الشركه؟ خدماتنا نحن بنقدم مواد خام بدرجه عاليه من الجوده باسعار معقوله تنافسيه، بنقدر ننافس بها في الأسواق محليا هنا بدبي وخارجيا بعض الأسواق الأفريقية والسوق الأم عندنا في السودان. ما شاء الله مستر يا شيخ عثمان. شيخ عثمان، ممكن في ظل التنافس الشديد طبعا موجود بالإمارات هنا، ممكن تعرفنا إيه الشيء المميز بشركة DHD للتجارة؟ طيب، بالنسبة لنا الشيء المميز أن إحنا بنعمل عمل غير تقليدي، يعني بنبتكر، بنشوف الأسواق محتاجة لجنو، بنطور المنتجات الأصلاً موجودة في الأسواق، سواء كانت موجودة في الأسواق بنشتغل على تطويرها، سواء كانت غير موجودة في الأسواق بندخل بمنتجات جديدة بتكون حصرية لنا نحن. شيخ عثمان، ممكن تقول لنا نظرتك المستقبلية بعد 3 سنين من دلوقتي؟ نظرتنا المستقبلية الحمد لله بفضل الله حالياً بدأنا في إجراءات تأسيس شركة في المنطقة الحرة بدبي. تبدأ العمل إن شاء الله في يناير 2023. الغرض منها بنقدم خدمات لوجستية لنا نحن وللعملاء ولكافة المستثمرين، بتتلخص في التخزين الجاف المبرد لجميع أنواع البضائع، ومن ثم تقديم خدمة الشحن البري والبحري والطيران لكل الدول العالم إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. وإحنا من قناة ABC العربية نتمنى لحضرتك كل التوفيق والنجاح إن شاء الله. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك إن شاء الله. شيخ عثمان، شيخ عثمان طبعا إحنا في بلد أمن وأمان، وده ساعد كتير من المستثمرين إن هم يستثمروا هنا ويفتحوا الإس بيزنس بتاعهم، ده زي قدر يساعدك. وحابين طبعا نسمع رسالة شكر من الشيخ عثمان إلى شيوخ الدولة. طيب، الإماراتية الدولة في الأمارات دولة آمنة اقتصاديا اجتماعيا مستقرة، بتساعد تأسيس الأعمال بكل سهولة ويسر. المستثمر كل شيء متوفر له، بنية تحتية شاملة من طرق مواني لمستوى عالي من الخدمات، تطبيقات ذكية بتسهل المستثمر كل ما يحتاج له يدير أعماله حتى وإن كان في أي نقطة من العالم. الشكر لدولة الأمارات، حكومة وشعب، ابتداء من الغاية الشيخ محمد بن زايد حاكم الدولة وأخيه الشيخ محمد بن راشد نائب حاكم الدولة ورئيس الوزراء وحاكم دبي، ونتمنى لهم إن شاء الله النجاح تلو النجاح ودائما متقدمين يا رب إن شاء الله. شكرا شيخ عثمان. شكرا شيخ عثمان. ممكن حضرتك تقول لنا كيفية التواصل بشركة DHD للتجارة العالمية، وأرقام لو في أرقام للتواصل؟ والله يعني إحنا متواجدين على الشبكة العنكبوتية، على الانستغرام، على الفيسبوك، على كل المواقع بتاع التواصل متواجدين عليها، وسهل الوصول لها إن شاء الله. إن شاء الله. الختام نشكركم إنكم أنتم استضفتونا على القناة ABC العربية. نشكركم تاني، نشكر دولة الأمارات. شكراً. وربنا يوفقكم إن شاء الله. يا رب. شكرا شكرا شيخ عثمان لوقتك الثمين معنا. شكرا بشكرك من قناة ABC العربية. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي دوام الليل.